هلا حبايبي، شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. الفيديو مال اليوم ما اريد انطيكم بيه طاقه سلبيه، اريد اسولف لكم بس الشيء اللي صار وياي، لانه الشيء اللي صار وياي بصراحه اول مره يصير وياي. وبالمناسبه يمكن اكو تسمعون اكو وشه بالفيديو، يعني اسفه كلش لانه فاتحه صوت التكييف صوته عالي والجو حار. لا تقولوا لي ابدا اسد التكييف لانه الجو حار واني مصدومه. فغلا احكي لكم شو اللي صار يعني. تذكرون من نزلت لكم الفيديو مال كيتي وقلت لكم انه ولدت وش فرحانه ومتحمسه؟ وبصراحه كيتي اكثر ولاده انا منتظرتها، لان اريد اشوف هي اول ولاده لها، فاريد اشوف الوانهم. انا البقيه اعرف شنو ينزلون عندي دائما، بس كيتي ما اعرف الوانهم. اول يوم كان كلش طبيعي، كانوا نايمين وعاديين وشي ما بيهم. ثاني يوم لقيت اول واحد مات فجأة، يعني هيك لقيته مات بدون اي شيء، بدون ما قطع مثلا، بدون ما يقطع الرضاعة، بدون ما ينعزل، لا فجأة لقيته ميت بالسلة مالتهم. ثاني يوم ثاني واحد مات، فهنا جت صدمة، يعني شنو قصة؟ ليش زي يموتون واحد ورا الثاني؟ بقى بس واحد. يعني انا اعرف انه هم مثلا ما دي يصيحون، يعني ساكتين هادين، عبالي مثلا انهم دي يشربون حليب، امهم دي راقب امهم دي تنظفهم، هم نايمين على امهم، عبالك شكلهم يعني شلون دي يشربون حليب. فما شكيت ولا لحظة انه كيتي من فحصتها طلع بيها ما بيها نقطة حليب. اماكن الرضاعة مالتها كلها مسدودة ولا وحدة مفتوحة، شكلها تشبه كأنه هي عبالك لا حملت لا ولدت، هالكتوت يعني مسددات وماكو. فهنا يعني أنا كلش مصدومة، لأنه لو كنت أعرف من وقت، مع الأسف عشان لحقت على الاثنين اللي ماتوا اضطريت أنه أكمل هسه رضاعة صناعي. هي بالنسبة لها راحت، عافتهم وراحت، يعني هذا الباقي عندي آخر واحد عافتها وراحت، وبقى عندي اني فدا احاول وياه. شوفوا بقى عندي هذا اخر واحد، يعني هذا هسه عمره 5 ايام. طبعا انتو تعرفون ماكو شي يغني عن حليب الام، خصوصا الايام الاولى. الايام الاولى القطة الصغيرة تاخذ مناعتها من حليب الام، فصعب جدا واحد يعني ينقذهم بهذا العمر الحساس. فأنا ادعوا لي انه يعني انه يعني او مو ادعوا لي اني ادعوا له اله انه هو يعيش والله يكتب له عمر. وانا دا احاول ياج قد ما اقدر، دا احاول انه انطيه حليب صناعي. فبمناسبة هذا الشيء انا ردت اعلم الناس اللي عندهم مثل هيك حالة، انتبهوا على القطط مالتكم باول اسبوع، انتبهوا وشوفوهم دا يشربون حليب ولا لا. يعني أنا يمكن كان خطأ من عندي أو تقصير إنه كنت أشوفهم ساكتين عبالي يشربون حليب. فانتبهوا على القطط الصغيرة أول أسبوع، أول أسبوع هو أخطر شيء بحياتهم. وإذا صار عندكم مثل هاي الحالة فهسه راح أعلمكم شلون تشربوهم حليب صناعي، وأشوفكم أنا شافتكم فيديوهات قبل شلون تعاملوا بالقطط اليتيمة. وهو عندي هسه مثل القطة اليتيمة، يعني ماكو لا احد يجي يمه ولا شي، طول الوقت نايم يمي. يعني انا حطيته هنا هيك فد شي ونايم يمي. بس كافي عاد، لا تقولون بعد ما اريد انطيكم طاقة سلبية، خلي اعلمكم شلون اشربهم حليب بهذا العمر الحساس. يلا نروح الفيديو. الحليب اللي استخدمته هنا اسمه بيبي لاك رقم 1. ممكن تستخدمون اي حليب اطفال رضع بس يكون رقم 1 ويكون خالي من اللاكتوز. هاي في حالة اذا ما كان عندكم حليب خاص بالقطط. راح اخلط ملعقتين على نص جلاس مي دافي. لازم يكون كل مرة المي دافي، يعني مو نحميه او نسخنه، لا لازم كل مرة نسوي حليب جديد. ملعقة القياس طبعا موجودة داخل علبة الحليب. الطريقة اللي الصح اللي نلزمة بيها هي بهاي الطريقة اللي أنا لازمتها. شوفوا أنا لافتها بشي مثل البيبي الصغير وأبدي أنزل الحليب بحلقة شوية شوية. أنا مستخدمة هنا أبرة الأنسولين لأنه بصراحة تنفعني أكثر من الرضاعة، تنزل الحليب كلش بطيء والفتحة مالتها ضيقة، فما راح يعني أخاف أنه ممكن يدخل الحليب بالمجرى التنفسي مالته. فنبدي ننزل الحليب شوية شوية
الكمية راح انطيه 5 ملي بهذا العمر، 5 ايام هو عمره، انطيه 5 ملي كل 3 ساعات، بعدين ابدي ازيد الجرعة من يكبر. خلصنا الفيديو، احبكم هواية، باي باي.